واليوم ممكن نصادف أو نسمع عن كثير من الأشخاص المبدعين والمميزين والناجحين اليوم بالحياة بالعديد من المجالات. هون نصير بنقول يا ترى هل هنن هيك خلقوا بالفطرة أم عنهم اكتسبوا مهارات بالحياة خلتهم ناجحين؟ اليوم رشا قد إحنا بحاجة اليوم للتفكير الإبداعي لحتى نكون يمكن أكثر مرونة بالحياة، نعرف كيف نتعامل مع أي مشكلة بتصير معنا ونكون فعلا أشخاص مبدعين، وخاصة بهذا الوقت هادي نحن اليوم عايشين بعصر السرعة، عصر التكنولوجيا، تمام. عصر الذكاء الاصطناعي. قديش اليوم عمل ثورة، خلينا نقول تغييرات يعني برمجة جدا مهمة. اليوم كرمال نواكب هاي التطور وهذا العصر نحن بحاجة لنفكر خارج الصندوق، بحاجة لمهارات لحتى نعرف كيف نفكر وكيف نواكب هذا الوقت. رح نروح لنتعرف أكثر على خصائص التفكير الإبداعي وكيفية تطويرها. وضيفنا لليوم هو الأخصائي التربوي الأستاذ إبراهيم الحسين. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بكم، اسعد الله صباحكم وتحيه طيبه لكم وللمشاهدين. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، التفكير الابداعي. يمكن اليوم كثير من الاشخاص بتفكر انه التفكير الابداعي هو فقط مقتصر على مجال ان كان الادب او الفن او مجال الاختراعات والعلوم، ولكن اليوم التفكير الابداعي هو شيء كثير مهم واساسي بحياتنا، بحياتنا اليوميه. خلينا نعطي تعريف مبسط اليوم نحن شو بنقصد بالتفكير الابداعي. تماما. بداية يعني دعونا نتحدث عن التفكير بالعموم، وهو سلسلة من العمليات العقلية التي تحدث في دماغ الإنسان نتيجة مثير ما يستقبلها عبر الحواس مثلا. والتفكير له أنواع كثيرة، طبعا العلماء ولا سيما علماء النفس تحدثوا عن كثير من أنواع التفكير، أبرزها التفكير الاستدلالي والتفكير العلمي والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي والتفكير ما وراء المعرفي مثلا. التفكير الإبداعي هو عملية عقلية تتميز بالشمولية والتعقيد والابتعاد عن التقليد، وتقوم على عوامل، أبرز هذه العوامل تكون عوامل معرفية أو عوامل انفعالية أو عوامل أخلاقية، ولا شك أنها تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة لما يواجه الإنسان من مشكلات. طيب أستاذ إبراهيم، حضرتك اختصاصي تربوي، واليوم من خلال عملك ومجالك أكيد عم تشتغلوا على أساسات لتطوير هاي المهارات. شو هي أهم المهارات اللي مفروض نحن نعتمد عليها لتطوير التفكير الإبداعي؟ تمام. طبعا كل المهارات العقلية مطلوبة، ويجب على العملية التعليمية عموما والمؤسسات التربوية عموما والمناهج التدريسية أن تضعها بحسبانها، يعني سواء كانت مهارات تفكير إبداعي أم مهارات أخرى، لأنه لا يمكن الاستغناء عن أي نوع من أنواع التفكير. أما التفكير الإبداعي فله خصائص يجب أن يتميز بها صاحب هذا التفكير، وهي الحرية، التحرر من القيود والمعلومات المسبقة أو الثابتة أو الجامدة، الشجاعة، الجرأة في عرض الرأي مثلا أو البحث عن رأي جديد، البحث عن أشياء غير تقليدية. هذه أهم المميزات التي تميز الشخص الإبداعي. أما خصائص التفكير الإبداعي التي يجب أن تتوفر فيه فهي نقول الأصالة والمرونة والطلاقة والحساسية للمشكلات والتخيل أو التخيل. الطلاقة مثلا أن يكون لدى هذا الشخص القدرة على ابتكار الحلول الكثيرة، الجمل الكثيرة، المفردات الكثيرة حسب المجال الذي يتحدث فيه. والمرونة هي القدرة على التكيف مع مستجدات الواقع الذي يعيش فيها أو مستجدات المشكلة. الأصالة أن تكون الفكرة فعلا جديدة، يعني غير مطروقة سابقا وغير تقليدية. التخيل يكون لديه القدرة على الاعتماد على خياله ليجنح بعيدا عن التقليد ويأتينا بالأفكار الجديدة. الحساسية للمشكلات تكمن في أن يكون لديه زيادة في الحساسية لاكتشاف المشكلة التي قد تخفى على غيره. فشخص صاحب التفكير الإبداعي يلتقط المشكلات بدقة قبل أن يلتقطها الآخر، فيسعى إلى البحث عن حلولها. يعني هذه بالإجمال أبرز خصائص التفكير الإبداعي والمفكر المبدع. تمام. من خصائص التفكير الإبداعي ولجانب هذا التفكير في عنا التفكير الناقد، إن كان سلبي أو إيجابي، إن كان نقد الواحد ينقد حاله أو ينقد الآخرين. خبرنا أكثر أستاذ اليوم عن الفرق اليوم بين التفكير الإبداعي والتفكير الناقد. تماما. أبرز الفروق، التفكير الإبداعي
يفكر في الآتي أو في ما هو غير حاضر غير موجود الآن، إنما يبحث ليخلق شيئا جديدا. التفكير الناقد يفكر في المادة الموجودة الواقعية، فيعتمد على مهارات مثل التحليل والتصنيف والمحاكمة العقلية والموازنة، وصولا إلى اتخاذ القرارات مثلا المناسبة أو تعديل سلوك معين أو تعديل مجرى حياة. أما التفكير الإبداعي كما قلنا هو الهدف منه البحث عن حلول جديدة لمشكلة قائمة أو ابتكار أمور غير موجودة أصلا، فهذه من أهم الفروق بينها. الخصائص تحدثنا شيئا عن الخصائص الإبداعية، أما التفكير الناقد مثلا فعلى المفكر الناقد أن يكون موضوعيا، أن يتسم بالنزاهة الصدق في تعامله، الابتعاد عن الانفعالية والعاطفة لكي يستطيع التمييز بين كما نقول ما هو صواب وما هو مثلا خلاف ذلك، لكي يتجنب الخطأ ويعتمد مثلا الصواب، ويطور بالتالي من نفسه شخصيته أو مجتمعه أو الأمر الذي يتحدث عنه. طيب أستاذ، وقت اللي منقول تفكير إبداعي ونتوجه فيه للأطفال، يمكن ننجح أكثر ما نروح نطبقه على شخص كبير. كون الطفل أنت اليوم عم تقدر تأسسه تعطيه هي المعلومة ويكبر عليها، بينما أنت عم تجيب حدا كبير عم بدك ترجع تعطيها، فما حيكون تأثيرها إيجابي مثل الطفل. اليوم أنا كيف قادرة ربي ابني على هاي المهارات كرمال أنه يحمل معه للمستقبل؟ تماما، لا شك هو التعلم كما يقال في الصغر أو التعليم كالنقش في الحجر، والتفكير مهارات يمكن تعليمها. يعني من الأغلاط الشائعة أن نقول عن طفل معين أو طالب معين هذا مستواه ولا يمكن أن يتطور مثلا أكثر. لا، كل إنسان لديه مجموعة من القدرات العقلية ولديه مجموعة من الذكاءات المختلفة، ولكن تحتاج إلى من يكتشفها وينميها. فلذلك فرصة التطوير عند الأطفال لا شك أكثر من فرصة التطوير عند الكبار. طبعا الواجب الأكبر هو على المناهج التعليمية أن تدخل مهارات التفكير أكثر في المناهج في جميع المواد، يعني لا تستثنى أي مادة، لأن الطالب يحتاج إلى كل المواد، ولكن يحتاج إلى أن يكون مفكرا فيها. ويعني هناك نظرية تقول أن تكون مواد خاصة بالتفكير، تعلم التفكير بعيدة عن المنهاج. الأفضل هو دمج مهارات التفكير مع المواد التدريسية. في منهاج مونتيسوري يبدأون بهذه العمليات وهذه التدريبات منذ المراحل الأولى للروضة مثلا، تأسيسية. نعم، يعني يكون عمر الطفل تقريبا 3 سنوات. نعم، فيستطيعون بذلك أن ينموا عنده كثيرا من المهارات الإبداعية، عندما يخلق هو بطريق اللعب أو بطريق الابتكار يخلق أشياء قد لا نتوقعها منه. هناك بعض العلماء، علماء النفس الذين بحثوا في هذا الأمر، وجدوا أن هذا الأمر يمكن أن يطبق على بعض الأطفال الذين لديهم 30 شهرا فقط. يعني تخيل، يعني عمر أصغر، يعني يمكن أن نبدأ معه في مثل هذه المهارات. ويمكن هذا ذكرت نقطة حضرتك، الدمج إنه بالمدارس، وخاصة هلأ صرنا نشوف اليوم تغيير بنظام الأسئلة للأتمتة. اليوم عم يعتمدوا ببعض الأسئلة على رؤية الطالب اليوم كيف ممكن يحل هذا السؤال. تمام، على إبداعه. لكن اسمحوا لي أن أعلق هنا تعليقا، يعني وإن كان مقتضبا. نسمع كثيرا من بعض الطلاب أن الأسئلة فيها إشكالية، الأسئلة فيها صعوبة، الأسئلة اليوم خارج التوقعات أو خارج المنهاج. في الحق يجب أن يكون لدينا دائما أسئلة تعتمد على استفزاز قدرات الطالب وتقيس المهارات الحقيقية للطالب، بعيدا عن البصم والتلقين المباشر أو التدريب عبر القوالب الجاهزة التي نسميها قوالب معدة مسبقا وجاهزة. أعطيكم مثالا من مادتنا اللغة العربية، كثيرا ما يأتي الطالب ويحتاج مثلا إلى مقدمة تصلح لجميع مواضيع التعبير الأدبي مثلا. سهل على حاله. تمام، يعني لا، نحن نعطيك خصائص المقدمة الناجحة وأنت عليك أن تتكيف سيارة وتخلق المقدمة مثلا، وهكذا سائر الموضوع مثلا الأدبي. الطالب صار يعتمد الاستسهال في كل شيء،
نحن نحتاج من المؤسسات التربوية ومن أولياء الأمور أن يشجعوا الطالب على الاعتماد على نفسه أكثر وأعمال عقله أكثر وأكثر لكي يصبح شخصاً منتجاً. يعني الآن أنا درست وأنهيت مثلاً الثالث الثانوي لنفترض العلمي وبمعدل أدخلني كلية الطب مثلاً البشري، إذا كنت قد حصلت هذا المجموع بالعمل والتفكير والعقل والوعي والفهم والإدراك أستطيع أن أتابع وأكون من المتفوقين وأنجز أكثر وأكثر. أما إن كان العكس مثلا اعتماد على شيء جاهز، وأحيانا يعني يحصل الطالب على علامات بقدرات عقلية متدنية لأن الأسئلة الآن ما تزال في حدود يمكن يعني مواكبتها بالقدرات الضعيفة، فهذا لن يستطيع النجاح أكثر في دراساته العليا أو الإبداع والابتكار أكثر. طيب أستاذ إبراهيم، خلينا عند فئة الأطفال وتحديداً طلاب المدارس اليوم، خلينا نوضح نقطة كتير مهمة. كتير من الأهالي اليوم بيقولوا لك إنه أنا إذا ابني شاطر بالمدرسة، علاماته عالية، دايماً هو ناجح، هو معناتها مبدع، عنده خصائص التفكير الإبداعي. هل هذا الشيء اليوم صحيح إنه نحن نربط الإبداع بالتحصيل الدراسي للطلاب أم لا؟ يا ريت نوضح هي النقطة. تماماً، وصلت الفكرة تماماً. لا، ليس بالضرورة من يحصل على علامات عالية في المدرسة أو التحصيل العلمي أن يكون لديه القدرات العقلية العالية أو لديه مهارات التفكير الناقد أو العلمي أو الإبداعي خاصة. التفكير الإبداعي يحتاج من الطالب إلى أمور مختلفة عن التحصيل العلمي. التحصيل العلمي قد يقوم على كما ذكرنا سابقا على مادة موجودة لديه بمساعدة المدرسين، يستطيع الوصول إلى حالة من الفهم أو درجة من الفهم، وما تبقى يكون البصمة. أما أن نضعه في مشكلة ونطلب إليه حل هذه المشكلة فعليا، فنجده يصطدم بهذه المشكلة ويبدو عاجزا. أعطي مثالا يسيرا على ذلك. نحن في مدارس المتفوقين نختبر الطلاب في مرحلة الصف السابع أو مرحلة الصف العاشر اختبارا موحدا على مستوى القطر لكي يعني يدخل المؤهل الناجح بعلامات عالية في هذا الاختبار. فعندما يأتون إلينا بداية أحيانا يعني في بعض الدورات التي ندربهم فيها على القدرات العقلية ومهارات التفكير واختبارات الذكاء، مثلا في اليوم الأول كلهم متفوقون ومنهم من يعني نال درجات قريبة من التامة أو تامة في المجموع، ولكن ببعض الاختبارات التي تعتمد على التفكير أو الذكاء الذي لم يعتد عليه سابقا يقف عاجزا أمامه. ولكن بعد التدريب وتوضيح بعض نقاط التفكير التي يجب أن يرتكز عليها وإعطاء مهارات يتسلسل في السير فيها، نجده مثلا في بعد أسبوع من الدورة يصبح قادرا على حل كثير من المشكلات أو الأسئلة التي قد تعترضه. طيب خلينا هيك نستفيد من وجودك أستاذ ونعطي أمثلة كمان عن التفكير الإبداعي، يعني أمثلة من الواقع يعني كرمال هيك نبسط القصة للناس أكثر. تماما. التفكير الإبداعي يحتاج إلى استراتيجيات، يعني لا يوجد تفكير مطلق. من أبرز الاستراتيجيات التي تساعد على تنمية التفكير الإبداعي أو التي نمارسها مثلا في الغرف الصفية حتى نحول الصف من صف متلقي سلبي إلى صف منتج مبدع والمدرسة كذلك، مثلا استراتيجية العصف الذهني، يعني نعرض أي مشكلة من الحياة، نختار مثلا طالبا من الطلاب ونجعله يقدم مشكلته مثلا أمام زملائه ونطلب إليهم الحلول ونفسح المجال لكي يقدم كل منهم حله أو رؤيته لهذه المشكلة، أو المدرس نفسه يعطي ونتلقى جميع الاستجابات أو الإجابات دون تمييز ودون نقد أو دون صبر لكي نفسح المجال لإعطائنا. استراتيجيات في التعليم التعاوني كذلك، استراتيجيات يعني كثيرة التي تعتمد من الاستراتيجيات. مثلا أعطيها مثالا، استراتيجية أنا طورتها عن استراتيجيات معروفة فأسميتها دائرة تطوير الإبداع. يعني مثل هذه الطاولة يجلس 4 طلاب 3 طلاب أكثر بقليل وأعطيهم كل منهم ورقة فيكتب كل منهم مقدمة مثلا لموضوع معين أو جزء من مثلا يكتب جزءا من مقالة،
ثم بعد زمن معين تدور الورقة، فكل منهم يستلم ورقة من قبله ويسلم ورقته إلى من بعده. فالآن المهمة هي أن يقرأ كل طالب ما كتب زميله وأن يطور، وهذه إحدى أهداف التفكير الإبداعي، أن نطور الحلول الموجودة. وليس ينتقد تماما، لا لا، ليس للنقد أبدا، تطوير فقط. تطوير يعني أنا أريد نسخة أجمل، نسخة مطورة، تمام. لا أريد أن تقول لي هنا أخطأ وهنا مثلا أجاد، لا، أريد أن تطور. وهذه يعني عندما تدور الورقة وتعود إلى صاحبها ينظر فيما طور له مثلا أصدقاؤه أو زملاؤه، فيأخذ منها فينتج لدي أفضل نسخة يمكن أن تكتب مثلا من هذا. طبعا هذه الاستراتيجية يمكن أن تعمم على الحياة في أي مكان، في أي منصب، في أي مؤسسة، أي مدير يمكن أن يأتي، فعليه أن لا ينسف مثلا عمل المدير السابق بالكلية، عليه أن ينظر يدرس أولا ما الأمور الجيدة التي يمكن أن يعتمد عليها، وما الأمور التي يمكن أن يبتكرها أو يسعى إلى تطويرها، أو أمور مثلا جديدة بالكلية يضيفها حتى يتم، ومن يأتي بعده كذلك، فنبقى في مسار تطوري باتجاه الأعلى دائما. أما إن نسفنا وعدنا إلى نقطة الصفر ويأتي من بعدنا وينسف ويعود إلى نقطة الصفر، فنحن في مكان واحد، وهذا من أكثر المشكلات حقيقة التي يعاني منها ربما المجتمع العربي كاملا. يعني أن دائما نراوح في مكاننا، والدول المتقدمة تسعى جاهدة ويعني تصل وتنتج وتطور، ونحن نبقى داخل نحاول اللحاق بها ولا نستطيع. لا، علينا أن نعتمد على هذه الاستراتيجيات حتى نبتكر ونجاريهم أو حتى نسبقهم. تمام، حكينا كثير عن أهمية التفكير الإبداعي اليوم وخصائصه وإيجابياته بحياتنا. خلينا نوضح نقطة، المعوقات اللي ممكن تواجه التفكير الإبداعي عند الشخص، هل هو ممكن خوف من الفشل، التوتر، التردد بالحياة؟ خبرنا أكثر عن الموضوع. تمام، قلت في البداية التفكير الإبداعي يحتاج إلى الحرية، يعني أول ما يحتاجه التفكير الإبداعي هو البيئة الصالحة. طيب هذه البيئة قد تكون بيئة الأسرة وقد تكون بيئة المدرسة ثانيا، هذه أهم البيئات. طبعا لا شك هناك بيئات يعني العمل، ولا سيما مثلا بيئة العمل لديكم، يعني يمكن لأي مقدم منكم أو معد أن يسعى إلى التطوير، أن يبتكر، يغير ربما في الأثاث، يغير في الاتجاه، يغير في الإضاءة، يغير في المكان، فيبقى دائما الخلق. الذي يواجه الآن الطفل أو الطالب عموما بعض الأمور التي قد تحد من هذا التفكير، منها ذكرتي مثلا الخجل، يكون لديه هو الخجل يعني الطالب، فهذا يحتاج إلى بيئة تشجيعية، يعني يجب أن ندعمه، أن نشجعه، قل ما لديك ولا تخف، لا تخشى شيئا. أو يكون عكس ذلك، هي عكس التشجيع مثلا السخرية أو التهديد. صحيح. يعني إن كان مثلا في البيئة الأسرية أو في البيئة مثلا التعليمية، أنا أمنع ابني أو أمنع الطالب من أن يفعل هذه أو يفعل هذه، فهو لن يستطيع الابتكار لأنه سيبقى في حدود ضيقة أنا قد صنعتها له. لا، يجب أن أشجعه. إذا نبتعد عن السخرية، نبتعد عن التهديدات، نشجع، نخلق البيئة المناسبة. الآن مع الأطفال كثيرا كثيرا جدا ينفع اللعب، يعني أن نتيح له مثلا ما يفعل، وأن ننمي ميوله الإبداعية أيا كانت. يعني مثلا نجده ميالا إلى الرسم، أحدهم ميالا إلى الموسيقى، أحدهم ميالا إلى الغناء، أحدهم ميالا مثلا إلى الابتكار في تشكيل الصنع. شوف أطفال من لا شيء بيصنعوا، تمام، شيء يصنعوا هذا الأمر. يعني عندما نراقب الطفل حقيقة نجده هو يواجه مشكلة ثم يحلها. يعني أنا أعطي مثالا، ابني الصغير لا يعني لم يتجاوز عمره الرابعة، كان يرسم في ورقة، فوجد أن الورقة لم تعد كافية لإتمام الرسمة، شامل، فجاء بورقة إلى يمين الورقة الأولى وورقة إلى يسار الورقة الأولى، وتابع في الخطوط التي يرسمها بدقة، يعني باتجاه اليمين وتابع في اتجاه اليسار، فحتى تكتمل مثلا معه. سخي وغط عوام أستاذ اليوم. أكيد اليوم كما ذكرت حضرتك، المتابعة للطفل وتطوير مهاراته جدا مهمة، وخاصة كونه نحن اليوم عم نواكب عصر يعني
تماما. كثير صعب يعني السرعة والذكاء الاصطناعي يعني. لا يمكن تماما الا ان نواكبه. فاليوم الطفل هو اماني ومسؤوليه صحيح. كل حدا فينا. بنتشكر حضورك اليوم، نتمنى لك التوفيق بعملك استاذ. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بكم وشكرا لك ولوجودك معنا لليوم. اهلا وسهلا فيك.